قلت شو ما توته توته قلت شو ما لا هذا احمد ابو الموبايلات خوش ولد لا يخطبش يتوافقين بي لا والله خوش ولد انا احبه خوش ولد محترم باعين فيك توته مسبوعين هاي امه ايش تردين ايش بيج ما تشوفين ده اصبغ بظافر ايش تردين صار لي ساعة احكي بيك مسخمة، قلت لك هذا احمد ابو الموبايلات خوش ولد ومثقف ومرتب، إذا يتقدم لك توافقين بيه؟ يمه ايش بيك شنو؟ دكمل دراسة أنا ما أعرف، عوفين ما أعرف. يمه ايش بيهم الدراسة؟ عوفين دكمل دراستي. دراستك أنت؟ إيه، قال بدلني بدراستك. ما عليك. قال تكمل دراسة، تنجح؟ لا تنجح؟ خبوه؟ كل شيء مسخمة بلطمة بس على وقفة 24 ساعة وبتجي. هاي لابسك لحجولة ما أدري ايش ناس. هذا أكمل ما عليك. شو تكمل يمه؟ أكمل ما عليك. يمه فكر بكلام زين وإلك منها الباكر فكر بكلام زين وتتزوجين وتطلعين من البيت دمرتيني دمر اكلك مو مال وادب شربك مو مال وادب خبلتيني يمه عوفي سالفه الزواج شيليها من بالك نهائيا انا ادرس الدكتور ادرس المدرسه معلمه عوفيني يمه فكر بكلامي خوش هاي فكر من الباكر ايش تفكري فكر والله هذا خوش موضوع هسه فتحته وياي امي وانا احمد ابو الموبايلات احبه اخاف اعترف لها واقول لها احبه خلي يجي يخطبني وخاف تختلف علي وتروح تضربني وتقتلني وتطردني بس يلا خلي اقول لك والله كريم اقول لك يا امه هاي امه قولي امه تقول لك بشغله قولي امه قولي انت مو حبيبتي وصديقتي امه اكو مثل يقول خلي امك مثل صديقتك ما عاد احترف لك بشغله يما اعتبريني صديقتيك حبيبتيك قلبك احكي لي يما اعترفي لي انا هم ما تنردك تصيرين مثل صديقتي يما تردين الصراحه يما انا احمد ابو الموبايلات احبه ومن زمان عندي علاقه وياه بس اخاف اقول لك اقول خاف امي ما تقبل اي يما هاي امنيتي ولك والله عجبك عشان علاقه احمد وصار ساعه انت ابوك تسالج صار ساعه انت ابوك تسالج اقول يومية يا احمد ابو الموبايلات وين يا احمد ابو الموبايلات شو تسوي موبايل شو مي اطلع وقتي صارت اليوم ما يروحون منه شوف شوف